بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية. إن شاء الله حكون معكم المهندس خالد الناجي من جامعة الإسراء، وحنستكمل محاضرات مساق إدارة خادم الويب. وإن شاء الله في المحاضرة حنتكلم على موضوع جديد، ألا وهو NTFS and Sharing Permissions. حنتكلم على شغلة جديدة لها علاقة بصلاحيات الـ NTFS وموضوع الشيرينج. طيب، في البداية إن شاء الله حنستعرض إيش هو مفهوم الـ NTFS وإيش مفهوم الشيرينج بيرميشن وكيف الصلاحيات ولا أي سبب أنا بستخدمها وأي طريقة استخدامها، وحنشوف جانب عملي في عملية تطبيق هذه الصلاحيات. بالنسبة للصلاحيات عندي بتنقسم لقسمين. القسم الأول بسميه الشير بيرميشن، والقسم الثاني بسميه الـ NTFS بيرميشن. طبعا أنا لما بتكلم على الشير بيرميشن اللي هي صلاحيات المشاركة، بمعنى إنه أنا ممكن يكون في عندي مجلد، وهذا المجلد طبعا في الوضع الديفولت أو الوضع التلقائي المجلد عادة بيشتغل عليه فقط مستخدم واحد هو المستخدم الحالي. طبعا ممكن انا هذا المجلد اللي موجود اعمل له مشاركة، اعمل له شيرينج، وبالتالي بيصبح مشترك بين اكثر من مستخدم، ومن خلال الصلاحيات انا بعطيها للمستخدمين، فبحدد مين المسموح انه يعمل قراءة او كتابة او حذف او اضافة على هذا المجلد. فالمقصود هنا بالصلاحيات الخاصة بالشير بيرميشن، سواء كان هذه المشاركة مجلد أم قرص، سواء كانت تلك المشاركة على قرص فات أو أنتي أف أس. الآن المشاركة زي ما حكينا ممكن تكون لمجلد أو قرص، وحتكون المشاركة على قرص سواء كان القرص نوع فات أو أنتي أف أس. الآن النوع الثاني من الصلاحيات هو صلاحيات الوصول على المجلد أو القرص على نفس الجهاز وليس الشير. الآن في الشير بيرميشن اللي هي الصلاحية بالنسبة للمشاركات، هذه تكون على المشاركات أو الأقراص اللي تم عمل إلها مشاركة. تمام؟ الـ NTFS لا، هو حيكون على المجلد او القرص اللي موجود على نفس الجهاز ومش معمول له اصلا مشاركة، وهذا طبعا حنلاقيه موجود في التاب اللي اسمه Security، بينما الشير بيرميشن حتكون موجودة في التاب اللي اسمه Sharing تاب. طبعا هذا الكلام حنشوفه ان شاء الله في السيشن وفي الجزء العملي، لكن مبدئيا اللي بدنا نعرفه انه انا عندي نوعين من الصلاحيات، نوع خاص بالمشاركة ونوع خاص بالـ NTFS، والمشاركة هو فقط ينطبق على المجلدات او على الاقراص اللي بعملها مشاركة، وممكن يكون المشاركة على قرص نوع فات او NTFS. اما بالنسبة للـ NTFS permissions فهي فقط على او بتكون عادة على القرص على نفس الجهاز. تمام؟ وممكن يكون القرص او عفوا لازم يكون القرص من نوع NTFS، بينما في الشير ممكن يكون فات او NTFS، ولكن في NTFS بالمشكل لازم يكون نوع القرص نظام الملفات في NTFS. تمام. الان اي فولدر عند الدخول على السكيورتي تاب اللي هو خاص في NTFS، فإن الـ Access Control List لا يمكن التعديل على الصلاحيات، بمعنى أنا أي فولدر بعد عليه من خلال Security Tab في صلاحيات الـ Access Control List ما بستطيع أن أعدل عليها، لأن الفولدر بيكون ماخذ وارث الصلاحيات تبعته من الأب. المقصود من الأب اللي هو المجلد الأعلى منه أو القرص اللي صاحب هذه المجلدات. فعشان يتم التعديل عليه لازم نلغي التوريث، نعمل له Disable Inheritance، وبعد كده عندي خيارين. الخيار الأول
بيحكي لي اترك الصلاحيات المورثة من الاب كما هي مع امكانية التعديل عليها. والثاني بيحكي لي هل تريد حذف كل الصلاحيات التي ورثتها من الاب؟ في هذه الحالة أضيف أنا صلاحيات جديدة على هذا المجلد. فكمان مرة أي فولدر لما أعدي على السكيورتي تاب تبعته الأكسس ليست لا يمكن التعديل عليها، لا يمكن التعديل طبعا على الصلاحيات لأن الفولدر بيكون وارث ملف الصلاحيات من القرص المحتوي له أو الذي يحتوي على هذا المجلد أو المجلد الرئيسي اللي بيحتوي على هذا المجلد. وبالتالي عشان أنا ألغي أو أتمكن من العدل على صلاحياته فلازم ألغي موضوع التوريث. الآن خلينا نجي نستعرض طبعا هذا الجانب حنشوفه فيما بعد في العملي أنواع الصلاحيات التي ممكن أن نحددها على مستوى السكيورتي. الآن أنا أي مجلد أو أي ملف موجود عندي على القرص المحلي ممكن أعدل في صلاحياته، والصلاحيات اللي ممكن أعدلها هي كالتالي: أول صلاحية List Folder Content لاستعراض محتويات المجلد. في هذه الحالة لا يحق له القراءة من ملف نصي أو تشغيل أي ملف EXE أو Script، فقط يحق له فتح محتويات المجلد. بمعنى إنه حياخذ هذه الصلاحية فإنه ما له حق إنه يقرأ من ملف النصي، وما بيستطيع يشغل أي برنامج بامتداد .exe أو Script. فقط هو في هذه الصلاحية بحق له إنه يستعرض محتويات المجلد فقط. أما صلاحية الريد القراءة فهي يحق لك قراءة محتويات الملف النصي ولكن لا يمكن تشغيل أي ملف تنفيذي. يعني أنا بقدر أعمل قراءة لأي ملف وأشوف إيش موجود فيه، ولكن لو كان ملف تنفيذي فأنا لا أستطيع أني أعمل له تشغيل. الصلاحية رقم 3 اللي هي Read and Execute، وفي هذه الحالة أنا بستطيع أن أقرأ محتويات الملف النصي وإمكانية تشغيل ملفات التنفيذية. الصلاحية رقم 4 اللي هي الرايت الكتابة. في هذه الحالة لو أنا أخذت صلاحية الرايت فأنا بتمكن أن أعدل على محتويات الملفات النصية، ممكن أنشئ مجلد جديد أو ملف ولكن لا يمكن التعديل على اسم الملف أو المجلد ولا يمكن حذف أي مجلد أو ملف. يعني أنا بنشئ تمام ولكن ما بستطيع أن أحذف على أو أحذف أي مجلد أو ملف. الصلاحية رقم 5 هي موديفاي التعديل. في هذه الحالة لو أنا حصلت على هذه الصلاحية فأنا بستطيع أعدل على الملفات النصية وحذف وإنشاء أي ملف أو مجلد وأيضا تغيير اسم الملف أو المجلد، ولكن لا يحق لي تغيير الصلاحيات لهذا المجلد. فكمان مرة خلينا نحكيهم على السريع. أنا عندي الصلاحيات، أول صلاحية List Folder Content اللي حياخذ هذه الصلاحية بإمكانه يستعرض محتويات المجلد ولكن بدون ما يقرأ أي ملف داخل هذا المجلد أو يشغل أي برنامج. صلاحية الريد من معناها ريد، يستطيع أنه يقرأ محتويات الملف النصي ولكن لا يستطيع أن يشغل أي برنامج ملف تشغيلي بينتهي بـ .exe. أما الصلاحية الثالثة فهو بيستطيع أنه يقرأ الملف النصي ويشغل أي برنامج امتداده .exe، وهذا طبعا من صلاحية الريد and execute. صلاحية الرايت رقم 4 يحق لصاحبة الصلاحية التعديل على ملفات النصية ويحق له إنشاء مجلدات وملفات جديدة ولكن لا يمكن التعديل على اسم الملف أو المجلد ولا يمكن حذف أي مجلد. صلاحية الموديفاي التعديل بتحق له إنه يعدل على ملفات النصية ويحذف وينشئ ملفات ولكن لا يحق له تغيير الصلاحيات الموجودة على المجلد. صلاحية الفول كنترول التحكم الكامل يستطيع عمل كل شيء حتى تغيير الصلاحيات، يعني بيقدر يحذف ويقرأ ويستعرض ملفات
ويغير فيها ويعدل ويعيد تسمية الملفات والفولدرات وحذفها وكل شيء بخلال هذه الصلاحية، وبيكون ماخذ تحكم كامل على المجلد أو الملف. هناك صلاحيات أخرى بنسميها Special Permission، اللي هي الصلاحيات السبيشال الخاصة. طبعا من خلال هذه الصلاحيات بخص الصلاحيات بشكل أدق، أو خلينا نحكي بشكل مفصل أكثر. فمثلا ممكن أنا أعطيه صلاحية الموديفاي. صلاحية الموديفاي حكينا تعطيله إمكانية إنه يعمل إضافة إذا ذكرين، بيعمل حكينا تعديل وحذف وكل شيء ما عدا تغيير الصلاحيات. ولكن في نفس الوقت أنا ممكن أحكي له صحيح إنه بيقدر إنه يحذف، ممكن أنا أحكي له أنت بتعمل كل شيء ولكن مش حتعمل الحذف. يعني أنا في Special Permission ممكن أعدل على الصلاحيات المعطاة بشكل تلقائي بحيث إني أمنع صلاحية معينة. طبعا إمكانية أو كيف إحنا ممكن نعدل في هذه الصلاحيات برضو حنشوف في المحاضرة العملية إن شاء الله. وهو موجود عندنا كمان خطوات لو اتبعتوها، ونحن هنشرحها بشكل عملي. موجود الكلام حيكون من الناحية العملية. تمام. في عندنا مصطلح تاني أو شغلة تانية اسمها البيزك بيرميشن، الصلاحيات الأساسية. الصلاحيات الأساسية هي صلاحية الريد رايت، يعني القراءة، الكتابة، موديفاي التعديل، فول كنترول تحكم كامل. فهذه نسميها البيزك بيرميشن، هي قراءة، كتابة، تعديل، صلاحيات فول أو كاملة أو تحكم كامل. تمام. افترض أنا في مجلد أو ملف أعطيته صلاحية القراءة وصلاحية الكتابة. تمام. أو خلينا نحكي أعطيناها صلاحية القراءة وأعطيناها صلاحية أخرى بتمنعه مثلا، أو خلينا نحكي بمعنى آخر أعطيناها صلاحية الكتابة ولكن منعنا عنه صلاحية القراءة. بمعنى حكينا له أنت مسموح إنك تكتب تعمل رايت ولكن ممنوع تعمل ريد. في هذه الحالة لو كان في عندي صلاحيات فيها ديناي رفض، صلاحيات اللا قبول، فإنه الديناي الرفض تكون لها أولوية أعلى في التطبيق من السماح. فلو كان عندي على نفس الملف أنا مانع إنه يقرأ وفي نفس الوقت معطيله أو سمح له إنه يكتب، فصلاحية المنع اللي تمنعه يقرأ هي بيكون لها أولوية أعلى، وبالتالي حتمنع إنه أصلا يعمل قراءة لهذا الملف، وبالتالي لن يستطيع إنه يعمل كتابة عليه. طريقة عمل مشاركة هذه إن شاء الله برضو حنستعرضها في الجانب العمل. في ملاحظة إنه لا يمكن أن يكون اثنين لهم نفس الشير نيم على نفس الجهاز، يعني ما ينفعش أن أعمل مشاركة لملفين أو مجلدين بنفس اسم المشاركة. كل واحد بعمل له مشاركة لازم يكون باسم مختلف عن الآخر. طيب إحنا الآن حننتهي بهذا القدر، أو بهذا القدر من شرح اللي هي الصلاحيات الخاصة بالشيرد والأنتي أف أس، على أن نستكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة الشرح العملي لكيفية إنشاء مجلد مشاركة، كيفية منح الصلاحيات سواء كانت الشيرد بيرميشن أو الأنتي أف أس بيرميشن، بحيث نشرحها بشكل عملي من خلال ويندوز سيرفر 2012 R2. شكرا لحسن استماعكم، وأتمنى أن تكون محاضرة مفيدة لكم وأضفت إليكم شيء جديد. حياكم الله ويعطيكم العافية.